طيب الاوز بي اف بقى يا جماعه بيقول لك ادجاست اند ترابل شوتنج سنجل اريا اوز بي اف. الحاجات الادفانس بقى في الاوز بي اف بعد ما شرحنا هيجود لك. بس بعد ما شرحنا الشابتر ده بيجود الاوز بي اف تمام، بيجود الحاجات اللي انت خدتها ده بيربطها لك كلها ببعضيها. تمام، ايه بقى الموضوع؟ بيقول لك احنا خدنا مع بعضنا، تعال كده نشوف، خدنا مع بعضنا configuring single area OSPF، ان الشبكة دي كلها نشغلها OSPF بس في area واحدة. كنت باجي اعمل ايه؟ كنت باجي اهو بكتب router OSPF 10 router ID وادي له router ID auto cost reference bandwidth والnetwork اللي حوالين الراوتر والباسف انترفيس. مش دي الكوماندات اللي احنا خدناها؟ ولما كنا جايين عايزين نغير الباندويتش عرفنا نغيره؟ صح. هل في كوماند زياده هنا؟ بصوا كده، هل في كوماند زياده ما اتخدش؟ حلو الكلام. شو اي بي اوز بي اف نيبر هيجيب لي الجرام بتوعي، شو اي بي بروتوكول هيجيب لي الراوتنج بروتوكول، يعني راجل بيرغي من الاخر. تمام، شو اي بي اوز بي اف بيجيب لك الاوز بي اف، شو اي بي اوز بي اف انترفيس فيجيب لك كل الانترفيس اللي شغاله اوز بي اف بس بالتفصيل. شو اي بي اوز بي اف انترفيس بريف هيجيب الايه انترفيس بس باختصار. تمام، طب في الفيرجن 6 كنا بنعمل ايه؟ بيجود برضو اي بي فيرجن 6 راوتر اوز بي اف 10 راوتر اي دي وديله، بس ما كانش في كوماند النتورك، كنت باجي جوه الانترفيس واكتب عليها مين؟ الاوز بي اف. صح الكلام كده. نفس الكلام في فيرجن 4، شو اي بي فيرجن 6 اوز بي اف نيبر هيجيب لك الجيران، شو اي بي فيرجن 6 بروتوكول يجيب لك الراوتنج بروتوكول شغال. صح كده، شو اي بي فيرجن 6 روت اوز بي اف يجيب لك الراوتنج تيبل بتاع الاوز بي اف. حاجه بس بيزود. تمام، شايل الكلمتين اللي هي هو لسه بينسخ شو اي بي فيرجن 6 اوز بي اف انترفيس بريف يجيب لك الانترفيس بريف الايه اللي عندنا. وقال لك انواع الشبكات اللي انا اديتهم لك من ايمت شويه، شبكه بوينت تو بوينت صح كده، شبكه برودكاست مالتي اكسس جواها ايثرنت، شبكه نان برودكاست مالتي اكسس جواها فريم ريلي، شبكه بوينت تو مالتي بوينت هي شكل فريم ريلي كده هنتكلم عليها ان شاء الله في الوان، الفيرتشوال لينك فاكرينها لما يكون الشبكه بتاعت مطروح هيوصلها الشبكه بتاعت القاهره بس هعدي على اسكندريه. حلو الكلام. قال لك في مشكله عندنا، قال لك في مشكله عندنا، قال لك في مشكله عندنا لما يكون الشبكه بتاعتنا في وسطها سويتش. تمام، في وسطها ايه؟ سويتش. صح، كنا بنتخذ مين يا جماعه؟ كنا بنختار رئيس، الرئيس ده اسمه ايه؟ ديزاينيتد راوتر، وانتخب نايب اسمه باك اب ديزاينيتد راوتر. صح الكلام. وكان في عامه الشعب اللي هم مين؟ دي ار اذر، كل الكلام ده اتكلمت عنه. طيب لما نيجي نبعت الرئيس والنائب نبعت لهم على كام؟ 24/6. لما الدي ار اذر يجي يبعتوا الابديت بتاعتهم للرئيس والنائب يبعتوا لهم على 6. طب لما الرئيس يجي يبعت لبقيه الناس يبعت لهم على كام؟ على 5. بيقول لك الدي ار والبي دي ار الكشن الانتخابات بتبقى ضروريه جدا في شبكات المالتي اكسس، الشبكات اللي في وسطها سويتش، لانك لو ما عملتش انتخابات الدنيا هتقع منك. صح الكلام؟ بالظبط. بس انت بتحدد مين بقى؟ في الشبكات فيها سويتش. اهو فده الدي ار وده البي دي ار، لو ما حددتش شويه يتاخر اوتوماتيك. الاعلى راوتر اي دي. تمام؟ طب ازاي بشوف الدي ار والبي دي ار؟ بعمل شو اي بي اوز بي اف انترفيس جيجا 0 على 0. ايه جيجا 0 على 0 دي؟ يعني بمنتهى البساطه، انا معلش هعطلكم شويه بس دي مصلحتكم. ايه يا عم؟ انا هعمل لك كده شبكه دي سي بدي اخرى اوز بي اف فيرجن 6. ماشي؟ معلش يعني هو مش شرحها كده في الكتاب بس انا ايه نعطل نفسنا دقيقه بس نفهمها. لو انا عندي شويه راوترات اهو على السويتش اهو، يهمني جدا تفهم الحته دي، مش مهم الوقت، ان شاء الله ناخد بتاع 50 محاضره. تمام، وجيت انا هنا يا عم باسم، رحت جاي موصلهم بايه؟ بكابل اهو ما بينهم اهو، دي راوترات كلها على ايه؟ على سويتش. صح الكلام. يعني لو شغلناهم اوز بي اف هنلاقي في ريس ونايب والدنيا بايظه. ماشي، ونقعد نلعب فيهم ماشي ماشي، كلام جميل.
عايزين نحط ايبيات الانترفيس. هحط الشبكه دي بسوم 192.168.1.0/كام؟ 24 اهو. هدي ده واحد، ده اتنين، لا خلينا مشينا من فوق كده، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، ماشي؟ ماشي. في طريقه تانية ممكن تحط الاي بي بسرعه من هنا، بس طبعا ما تعملهاش بقى. اهو فاست زيرو على زيرو اهو، تقوم تديله الاي بي اهو. واحد واحد، السبنت ماسك اون، هو بيكتب لك تحت اهو. شفت؟ اهو انترفيس فاست كذا كذا. حط اي بي، لما عملت هنا اون راح عامل نو شوت داون. بس ده طبعا مش موجوده في الراوتر حقيقي، وعشان كده بقولك ما تعملهاش. طيب الراجل ده لما اكون مستعجل بس اعملها. كونفج بدل ما اخش اكتب كوماندات بايديا، عايز احط اي بي للفاست، ماشي اهو. حلو. طب ده عشان الوقت بس اهو. اهو ده نفس الكلام اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ واحد اربعة. طب وده؟ حلو الكلام؟ انا كده حطيت ايبهات للانترفيس بس ما شغلتش الاوس بي اف. عايزين نشغل الاوس بي اف، هنيجي على الراوتر الاولاني اهو سي ال ار، وهنقول له ايه؟ زي ما كنا بنعمل بقى، راوتر اوس بي اف ايه؟ واحد. النتورك بتاعتي ما فيش غير نتورك واحده يا عم اللي شغاله على السويتش، صح كده؟ فين الاريا؟ كلهم هيبقى ايه؟ نفس الكوم، صح؟ مش هما كلهم في اريا واحده؟ اهو. وكلهم ما لهمش غير شبكه واحده؟ راوتر اوس بي اف ايه؟ واحد. ادي النتورك اهي. طب وده راوتر اكزت راوتر اوس بي اف ايه؟ واحد. ادي الكوماند اهو. ده كده زي الفل خالص يعني اهو. راوتر اوس بي اف ايه؟ واحد اهو. اكزيت راوتر. خد بالكم الاوس بي اف لوحده تلت سي اس ان بي. انت خدت كده 90% منه. اه والله خدت 90% منه. لو رحت ذاكرت ال 10% اللي فاضلين خلصت تلت سي اس ان بي روت. المنهج بتاع سي اس ان بي روت تلته، تمام؟ يعني خلصت بتاع 20 ساعه منه، فضلت 40. هو كام ساعه اصلا؟ 60 سي ان بي روت، 60 سي ان بي سويتش، 60 ترابل شوت. الاوز بي في لوحده 20 ساعه اربع مرات، تمام اهو. حلو الكلام كده. طيب مين بقى فيهم الريس؟ مين في دول الريس؟ معرفش. خش على اي واحد فيهم كده وقول له شو اي بي اوز بي اف نيبر. اللهم رب. الكوماند ده مهم جدا. ايه الكوماند ده مهم جدا؟ مهم في ايه؟ كانت هناك العلاقه ما بين البوينت بوينت فول بس، صح؟ لا هنا مكتوبه فول دي ار اذر، فول بي دي ار، فول دي ار اذر، فول دي ار اذر. ده انت على فكره واقف على الريس. العلاقه ما بينه وما بين الباقي فول دي ار اذر، يعني ده واحد من عامة الشعب اللي هو واحد اتنين. فول بي دي ار يعني ده النايب. فول دي ار اذر واحد واحد ده عامة الشعب برضه. واحد خمسة دي ار اذر عامة الشعب. يبقى مين الريس؟ واحد اربعة. طب اشمعنى واحد اربعة؟ اسمعني بس، فين واحد اربعة؟ هتلاقي اللي فوق ده اهو. تمام؟ ده كام؟ اللي هو ان هو ده؟ ده واحد اربعة. طب تعالى كده، تعالى كده بس، تعالى كده، تعالى كده. شو اي بي اوز بي اف نيبر.
واحد أربعة مين يا معلم؟ هو الرئيس دي ار. طب تو واي دي ار اذر دي معناها ايه؟ مش فول، معناها ان الاثنين دول بدلوها لو سكتوا صح. مش تو واي معناها بدلوها لو وبتيجي في الامتحان. ما هو اي حد ما هوش رئيس ولا نايب هبدل معاه لو، مش هبدل معاه ابديت. ده بدل ابديت مع مين؟ مع الرئيس والنايب. فمعناها ان انا واقف الواحد واحد ده تو واي دي ار اذر، يعني ده واحد من عامة الشعب. واحد اربعة ده ايه؟ ده الدي ار، ده الرئيس بتاعي. طب مش معنى خد واحد اربعة؟ بص يا جماعة، خد واحد اربعة اول راوتر بيقف بيقوم عليه الاوز بيقف على السويتش بيبقى هو الرئيس. انت عارف يحصل انتخابات امتى يا معلم في الواقع؟ لو احنا كلنا قايمين مع بعض. الاقدم حبيبي حبيبي الاقدم، وطالما الرئيس موجود محدش يقدر يبقى رئيس. صح الكلام ده؟ قانون يا جدعان. بالظبط. امتى النايب يبقى رئيس؟ لما الرئيس يموت. لما الرئيس يقع النايب يترقى يبقى رئيس. تمام. اي واحد بيقوم الصبح بدري يبقى هو الرئيس. حلو الكلام. يبقى اول واحد بيقوم عليه الاوز بي اف هو الرئيس. ده الانتخابات دي لو هم كلهم يا حبيبي داخلين قايمين كلهم مع بعضهم سوا، وده بقى في المشمش صعبه. بس احنا ممكن نتحكم فيها ازاي؟ تقوم يا معلم البورتات بتاع الراوترات كلها مطفيها اللي على السويتش. يعني اهو هاجي على هاجي على الفاست اهو. هو فين الرئيس؟ فين الرئيس؟ الرئيس ايه؟ أربعة؟ أنا عايز أوقعه. أروح أعمل إيه؟ كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست زيرو على زيرو. إديها شوت داون. وقعت. بقى النايب دلوقتي رئيس والباقي انتخبوا بينهم نايب وبعدين أقومها. يصحى بعد ما المولود خلص. طب تيجي نشوف كده. شو اي بي اوز بي اف ايه عملت؟ انا عملت اللود. لا 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 شوت داون بس الانترفيس. شوت داون انت انا خفت اساسا. هو ريلود اه ممكن تنفع تمام كده تطلعه، بس انا ده انا خفت ان عملت ريلود. اصل كنت عملت ريلود ما كنتش عملت سيف، فكان كل ده طار. شو اي بي اوز بي اف نيبر بقى دلوقتي ده لسه بيقوم ولا ايه؟ لا بيقوم اهو يا عم. شايف بقى تو واي اهو لسه بيقوم والله. اهو لسه في اللودنج ستيت اهو. شايف لسه الراجل ما بعتلوش اهو. شو اي بي اوز بي اف نيبر. مين اللي بقى الرئيس؟ ثلاثة صح. ومين اللي لقى نايب؟ خمسة. طب وليه ثلاثة بقى خد رئيس؟ لان الثلاثة اساسا كان هو اللي قايم بعد الواحد اربعة، كان هو النايب. وكان مين عامة الشعب؟ واحد خمسة واحد واحد. مين الاكبر؟ واحد خمسة. فهمتوني؟ طب لو انا عايز العب بريورتي بقى، مش انت قلت لكم ممكن اغير في البريورتي؟ البريورتي ده رقم من 0 255. انا عايز اخلي واحد واحد هو الرئيس، اعمل ايه؟ يبقى اخش على واحد واحد. فين واحد واحد؟ هو ده 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 واحد واحد. ماشي. اعمل ايه؟ اكزت. اخش على الانترفيس اللي على السويتش واقول له اي بي اوز بي اف بريورتي يا معلم 255. خد بالك الكوماند انا قصدي اكتبه هنا ليه؟ عشان ادخلك اقول لك بينكتب فين. الكوماند بتاع البريورتي بينكتب على الانترفيس اللي متوصله بالسويتش اهو. كده انا عايز اخلي الواحد هو الرئيس اهو 255. وانا عملتها 25؟ ماشي ماشي زي الفل. ماشي 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 اهو اهو. طب هل دلوقتي الراجل دلوقتي يقدر يقلب الرئيس اللي موجود وياخد مكانه؟ لا، ده لما الرئيس والنايب يقعوا. هو كده كده النايب. ايه ده؟ هو ده النايب؟ لا مش ده النايب. لازم تيجي نوقع الرئيس والنايب. هو فين الرئيس والنايب اللي هو رقم كام؟ 3 الرئيس والنايب 3 ده 3 والخمسه صح؟ اهو هخش على هنا على الانترفيس ده اهي واقول له ايه؟ كونفيج بالسلامه ما داش اهو تمام. واجي على الانترفيس ده اهي مش ده الخمسه؟ مع الف سلامه يا ريس.
يلا يا عم قومهم. تعال نشوف بقى. تعال تعال نروح من اي واحد تاني من هنا. ماشي ماشي. شو هاي بي اوز بي اف ايه يا معلم؟ نيبر. مين الريس؟ والبريورتي بتاعته بكام؟ والبريورتي اساسا عندهم كلهم باي ديفولت كام؟ للشبكات اللي على السويتش. اما لو هي شبكات بوينت تو بوينت البريورتي بزيرو. الشبكات اللي على السويتش الراوترات اللي على السويتش البريورتي بتاعتها بواحد. اما لو راوتر بوينت تو بوينت البريورتي بتاعته بزيرو. عرفنا بقى؟ يبقى انا ممكن اعمل شوت داون لكل الانترفيس وابدا من اللي عنده يبقى رايس نو شوت داون، النايب نو شوت داون، اللي بعده نو شوت داون نو شوت داون نو شوت داون. مثلا بالظبط يبقى 255 رايس 254 نايب. طب لو انا عايز اشوف الراوتر اي دي والدي ار على طول من غير الكوماند ده، قال لك شو اي بي بروتوكولز بيجيب لك كل حاجه. شو اي بي بروتوكولز، لو عملت شو اي بي بروتوكولز قال لك ايه؟ قال لك الاوز بي اف رقم واحد، الراوتر اي دي كام؟ 15، مش جايب لا رئيس ولا نايب. صح؟ مش جايب لا رئيس ولا نايب، لا شو انترفيس واسم الانترفيس اللي هي 0 على 0 جايب رئيس ونايب؟ لا برضو. شو اي بي اوز بي اف نيبر هو الكوماند كده. شو اي بي اوز بي اف انترفيس، اصل هو هنا اهو الانترفيس اللي على السويتش. جايب الرايس ونايب، بس تلاقي دي في الراوترات الجديده اللي هي 2900 اللي هي جيجا. خدنا الفول دي ار اذر، يعني معناها ان الراجل اللي انا عامل معاه علاقه ده عم شعب. فول دي ار معناها ان الراجل ده الرئيس. فول بي دي ار معناها ان الراجل ده النايب. تو واي دي ار اذر يعني معناها احنا الاثنين عامه الشعب. ما بعد هلو بس الراوترات كلها تبدل مع بعضها هلو، امال بيبعت بتاع مين ابديت؟ مع الرئيس والنايب. تمام؟ مش عارف انت يا رضا، انا مش عارف انت عامل فيك ايه. بس انا مش لاحق اعرف ايه. انا تهت الموبايل بس ده ايفون؟ اه والله بقاله بقى يعني انا معايا ايفون من 3 اس من 3 من 3 والله معايا ايفون من 3 يعني بتاع 8 سنين شغال ايفون لحد ال 5 اس اهو. ما انت على فكره المفروض تشتغل على الاندرويد ده بعدين. تعودت على بالظبط. الدي ار والبي دي ار بقى بختاره ازاي؟ بختاره ازاي؟ رقم من 0 255، 0 استحاله يبقى ريس، 255 ده الريس. طب لما الريس يموت البي دي ار يبقى هو الريس. تمام كده؟ طب لو 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 احنا عايزين ما فيش بريورتي وعايزين ننتخب ريس بناخد الراوتر اي دي، اعلى راوتر اي دي. الراوتر اي دي ده ممكن اعمله مانوال صح؟ او اعمله هايست لوب باك او هايست اكتف ايه؟ انترفيس. بيقول لك يا معلم الراوتر اي دي في الاي بي فيرجن 6 لازم ينكتب مانوال. جماعه في حاجه باور باور بوينت ما قلناهاش؟ في حاجه بره السلايد ما اتقالتش؟ تمام. طيب الدي ار والبي دي ار الكشن، اول حاجه الدي ار لو وقع تمام كده البي دي ار يبقى هو الريس صح؟ بيقول لك الدي ار بيفضل ريس، الريس بيفضل ريس لحد ما يحصل حاجه من دول. الدي ار يموت الراوتر ذات نفسه يقع، او الاوز بي اف اللي على الريس تقع الاوز بي اف يحصل له كلير اه، او الايه او الانترفيس اللي على السويتش تبقى داون. يبقى يلا الريس يقع كله، لا الاوز بي اف اللي عليه يقع، لا الانترفيس اللي متوصل على السويتش تقع. غير كده الريس هو ريس. تمام. طب لو حصل الكلام ده لو دي ار فين البي دي ار اوتوماتيكلي بنرقيه بروموتد تو دي ار، بنرقيه بقى ايه دي ار. تمام. ويحصل الكشن ما بين عامه الشعب على مين؟ على البي دي ار. يا عم ده 1-5 بس عامه شعب، والبي دي ار كان 1-3، 1-3 يبقى الريس حتى لو كان اقل منك. النايب يبقى ريس والباقي ينام بينهم ايه؟ انتخابات. طب لو احنا عملنا مثلا واحد اللي هو الدرر البريورتي 255 تمام، ودوله والنايب مسك مكانه، لما يرجع تاني خلصت كمولد وانتهى. ايه يا عم في هو ينفع تقول له بس هو واخد برضه الاولويه اللي هو 255 يا عم؟ ان شاء الله واخد 200 اولويه لازم يا عم. ده بقول لك اللي بيصحى الاول بيبقى هو الرئيس. هو ده اللي شغال. طالما الانتخابات خلصت شكرا يا عم محمد. انت عارف هو بيقول ايه؟ بيقول سؤال جميل جدا، بيقول هو الراجل كان 255 وكان ماسك رئيس وقع ورجع تاني. الرئيس اللي ماسك دلوقتي بيرفت تحت بواحد وانا 255 اعلى منه خلاص. ده بس ينفع لا لازم اقدر او لازم جواب ثاني. انا اللي
راستر وين سبوت يعني صعب شلون ديسك بس كده لو ايه لو راستر هو ممكن فعلا لا اللي وراه اللي كان نايب ليه انت عارف ايش دخل انت كرايس لازم تعمل ريستارت ليه وللنايب صح اصل لو راستر الريس النايب هيمسك وده يخش نايب ماشي بالظبط الريس عمره ما بيقع تمام ازاي بعلي البريورتي بخش جوه الانترفيس اللي على السويتش واقول له اي بي اوز بي اف بريورتي طيب السؤال بقى بتاع محمد الراجل عايز يهيص على الناس بتوعه يهيص على الناس بتوعه ازاي عايز يعمل كده فين يا ابني الرسمه بتاعتنا مش دي الرسمة كلها مخزنة مصطفى حالا دلوقتي ايه ده فيرجن 4 ما انا عايز فيرجن 4 عايز اعمل ايه عايز اجيب خط نت هنا واخلي الاوز بي اف يوزعه على كل الفروع فاكرين لما كنا بنعملها في الريب ما هو لازم استاتيك تمام تاني الاول عايز اوصل نت هنا فين النت يا عم خط النت ايوه هو ده اهو حلو الكلام اهو طير ده ونيجي هنا كده بالكابل نوصل من هنا لهنا كلام جميل وكنت باجي على الانترفيس ده بس اقول له ايه اي بي ادرس دي اتش بي خد الاي بي من الراجل اللي قدامك اهو انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي ادرس الانترفيس الاول فاست زيرو على كام اي بي ادرس ايه ونو ايه شوت داون حلو كده الانترفيس هتاخد اي بي ادرس من الراجل اللي قدامك اهو ده اللي انا بتكلم عليه اسمه ايه بقى اسمه الديفولت استاتيك روت حلو اهو كلام جميل طيب عايز اقول له بقى ايه يا راوتر لو جالك باكت ما انتش عارف توديها فين احذفها كده يا بسوم كنت بعمل ايه كنت باجي اقول له اكزت اي بي روت 4 شبكه 4 سبنت ماسك بس استاتيك يا بسوم ها فاست زيرو على كام على 1 خلاص يا معلم كده انا عملت الديفولت استاتيك روت عند طنطا اهو اهو طب انا عندي دلوقتي في الشبكه بتاعتي مش 3 راوترات زي هنا عندي 700 راوتر المفروض اخش على كل راوتر واقول له لو عايز تخش نت اطلع لطنطا عايز تخش نت اطلع لطنطا مشكله فقال لك انت تروح للاوس بي اف اللي شغال عند طنطا وتقول له انت بتوزع الابديت وزعه معاك بعملها ازاي باجي اهو راوتر اوس بي اف ايه واحد الكوماند اسمه ايه بقى يا معلم ديفولت انفورميشن اورجانيز طب الكوماند بتاع الريب فيرجن كان اسمه ايه طلع الفلوس اللي معايا ولا ايه اسمه ايه الكوماند نفس الكوماند ده في الريب كان اسمه ايه اللي بيخلي الريب ياخد الديفولت روت يوزعه يا واد انا عايز اخليك في كده نار على طول اسمه ريديستريبيوت ستاتيك اسمه ايه اسمه ريد ديستريبيوت ستاتيك والله انا لا اصل انا شفته وقفت عنده لانه مش فاكر ده بتاع ايه اهو ده بيخلي الاوز بي اف يوزع الابديت بتاع الديفولت روت على مين على بقيه الراوترات اللي عندنا في الشبكه اهو يعني الراجل هنا عنده طريق النت لما بيجي الاوز بي اف يوزع الابديت ما بياخدوش معايا انا بقول له خده معاك الديل ده والديل ده دلوقتي لو جينا دخلنا هنا هتلاقي الراجل ده عنده الطريق ده ستاتيك اهو شو اي بي روت طريق ايه يا شباب استاتيك تحت اهو طب هنا هنلاقي الاوز بي اف اللي جابه لان هو الاوز بي اف اللي ادال ده اهو انيبل شو اي بي روت شايفين وهنشرح يعني ايه اي تي المره الجايه ان شاء الله حلو كده تمام ادي الحته يا عم اللي انت كنت واقف عليها ازاي اخلي الاوز بي اف يوزع لك الطريق ده
ديفولت انفورميشن اورجانيت جايه المره الجايه. شو اي بي روت اهو تمام. خد بالكم في الاوز بي اف انا ممكن اعمل اخليه يوزع من غير ديفولت انفورميشن اورجانيت, وده سؤال جاي في الامتحان بكوماند ده اهو بالكوماند ده بدل ديفولت انفورميشن اورجانيت بالكوماند ده نتورك ده حاجه خاصه بالاوز بي اف بقى بس ده على كل راوتر يعني ايه ده على راوتر تحت طنط اسف على راوتر اللي عنده ديفولت بدل كلمه مكتب ديفولت انفورميشن اورجانيت جوه الاوز بي اف واكتب نتورك اربع اصفار خلاص واكتب الانترفيس اللي هتقرب عليه لا 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 ولا اي حاجه مش انا كنت بكتب كوماند النتورك والوال كارد ماسك بالاريا بيكتب النتورك ورقم النتورك هنا بس وخلاص ده مكان ايه ده مكان الكوماند اللي هو ديفولت انفورميشن ايه اورجانيت وده سؤال جاي في الامتحان للاسف مع انه مش موجود في الماتيريال تمام طيب خلاص بقى هننهي اهو هننهي اهو شو اي بي روت جيب لك الراوتينج تيبل نفس الكلام في الاوز بي اف فيرجن 3 لو انا عندي ديفولت روت وعايز اخليه يتوزع بعمل ديفولت انفورميشن ايه اورجانيت في فيرجن 3 ازاي بقى بغير الهلو والديد مش احنا بنقول نغير الهلو عايز اغيرهم بص يا عم اللينك ده طالع روح اللينك ده اهو طالع روح كل 10 ثواني الراجل عمال يبعت عليا هلو انا عايز الهلو على اللينك ده كل 20 ثانيه باجي على الانترفيس ده واقول لها غير الهلو كل 20 بس لازم انا اجي قدامها واخليها كام 20 كل اتنين قدام بعض لازم يكونوا زي بعض مش بنسجل صح بنسجل ايه يا محمد يسجل ايه يا محمد يا محمد لا يا عم بقى علامه بلا بتاع ها نخش اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 اي بي اوز بي اف هلو انترفال 20 كده انت وقعت اللينك يا معلم لازم اللي قدامك هناك تخليها 20 اهو لازم هنا اهو لو جيت عملت شو اي بي اوز بي اف نيبر الراجل ده اهو اللي تحت ده اهو قدامه 23 ثانيه ويبقى ويطير اللي هم ديد انترفال لان الهلو بتاعته راحت حلو الكلام طب الحل قال لك خش الانترفيس ده وغير الهلو الاخرى اهو بخش جوه الانترفيس كونفيجر تيرمينال اي بي اوز بي انترفيس الاول سيريال 0 على 2 على 0 شايف وقع الراجل وقع اهو لان الهلو بتاعته غير الهلو بتاعتك وقع اهو اهو تي انترفيس اي بي اوز بي اف هلو انترفال 20 طب لو عايز اغير الديد ما هو اربع مرات يا عم لا انا مش عايز اربع مرات انا عايز خمسه ينفع ينفع تقول له كده اي بي اوز بي اف ديد انترفال انت عايزها كام خمسه يعني 20 في 5 ب 100 بس لازم تروح هناك قدامه تعمل ايه نفس الكوماند 100 بره الراجل هيقع منك اهو يبقى هنا بتنكتب بير انترفيس خلاص يا جماعه ده اخر كوماند هنكتبه اهو يا ابن السمور بس حاجتين اكتبهم عندك وخليهم اي بي ديد اي بي اوز بي اف الاول ديد انترفال 20 اهو يبقى الكوماندات ديت يا جماعه بتنكتب بير انترفيس في الناحيتين وده بيجي سؤال في الامتحان تلاقي واحد انترفيس عاملها 20 وانترفيس عاملها 10 ما ياكلش معانا اهو لازم يكون متساوي الهلو والديد الهلو والديد لازم يكونوا متساويين خلاص يا جدعان الشابتر خلص ده الانترفيس ادي الاوز بي اف 5 الديد 20 لازم الانترفيس اللي قدامه تكون 25 طب في فيرجن 3 كل اللي بعمله بزود كلمه ايه اي بي فيرجن 6 نقف لحد هنا ده ازاي نعمل سكيورتي على الابديت بتاع الاوز بي اف خلاص ده عايزه المره الجايه من بدايتها ان شاء الله فنقف لحد هنا أشكركم نتقابل